قبل ما ابدا مقطع يا حبايب، نزلت مقطع جديد على قناتي الثانيه، مقطع كلش رهيب. اتمنى من جيش ملك القصص الكل يدخل على الرابط ويفجر المقطع لايكات. والقناه اليوم نريد نوصلها 110,000 مشترك، فالكل ينزل ويشوف المقطع ويفجر لايكات. ويلا نبدا المقطع. الخبر اول اللي عدنا عن سفر اليوتيوبر اللي هما اياتي وايمومار. فاياتي نزلت على حسابها بالانستغرام، شفت ستوريات بهذه الستوريات صارت تعلم من خلالها انه هي تريد تسافر، ولكن ما تعرف وين تريد تسافر بالضبط، فتطلب من متابعيها انه يعطوها اقتراحات وين تسافر. حابة أروح لدولة عربية عشان أشوفكم، بس مش عارفة وين برأيكم أسافر؟ ننتقل حاليا لإيمومار. نزل على حسابها بالإنستغرام، شفت ستوريات واحد من المتابعين قاعد يسأل شو وقت ناوي تفكر تسافر دولة عربية. فرد عليهم إنه هو مفكر بهذا الشيء وفي الأغلب راح يسافر للعراق. نعطيكم الستوري مالته. طبعا بدي أزور دولة عربية لأني أحب دولة العربيات. وبنفس الوقت يا حبايب، إيمومار نزل هذا الستوري للمرة العاشرة صور بنفس المكان اللي صور فيه قمر مار امبارحة. اصراحة هذا الشيء سبب شوية تساؤلات ليش هو قاعد يسوي هذه الحركات. وبنفس الوقت يا حبايب اكو شوية تحريات تقول انه إيمومار وقمر مار كانوا ملتقيين امبارحة ويا بعض. وهذا الستوري اللي نزله هو كان يقول بي انه هو ساعد شخص امبارحة انه يصور فيديو تيك توك، وقمر مار امبارحة نزلت فيديو تيك توك وكميلك واحد كان يساعدها، ولكن هو ما قال منه هذا الشخص. وش الخاصة تعتقدون انه ممكن الستوري اساسا نزلها هي كانت من امبارحة ويا قمر، ولكن نزلها اليوم عمود ما يبين انهم كانوا ويا بعض. بطلع انا من بيت امبارحه، طلعت وصورنا امبارحه بس لكالي ما صورت لسه، ما ادري صراحه والله، وعلى ما يكون اكتبوا لي بالكومنتات شو تفسيركم لهذا الموضوع. ننتقل حاليا نيرمين مار وصول حسابها بالانستغرام لل 300,000 متابع، فان شاء الله ان شاء الله الف مبروك، عقبال ملايين يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب تشاركوا لي بالكومنتات على هذا الانجاز. ننتقل حاليا نور ستار، وهل هي فعلا تحب؟ نور ستار نزلت على حسابها بالتيك توك هذا المقطع اللي تقريبا من المره العاشره اللي صور ويا هذا الشخص، وصار تقول عليه انه هي مرتبطه به وانه هي تغار عليه، انه هو ينشر صوره ما ادري صراحه. راح احط لكم اللقطه مالتها، شوفوها. صحيت من النوم لقيت نور ستار تقول انا غار على صوري. نور ستار ما تغارين؟ علينا احكي نازل من الجنه وياها عفوني خلوني احب، ايش تردون مني سناقل؟ وانت على اساس تهتم يعني؟ اعتذر اخويا، ماكو شيء بيناتنا، الله يسهل للجميع. اي لاف يو جايز، باي. فكتبوا لنا احبابي بالكومنتات شنو توقعاتكم لهذا الموضوع، تحبه او لا. ندخل حاليا لبيسان اسماعيل، وصل حسابها بالانستغرام ل 4 مليون متابع، فان شاء الله ان شاء الله الف مبروك، عقبال ملايين يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انه تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. نختم اخر شيء بابو فله وتهجمه على اليوتيوب، وليش هو معصب من عنده؟ فابو فله نزل على حسابها بالانستغرام، شفت ستورياته بهذه الستوريات كان يتهجم بيها ويقول انه ليش ايات وسكين هم بالترند، وان هو مقطع مالته اللي نزله امبارحه متابع بالترند، احط لكم الستوريات مالته شوفوها. هذا الترند؟ ليش انا مو موجود بالترند؟ ليش انا يوتيوب هذه رسالتي خاصه لكم، الله يعطيكم العافيه، ما اقدر اقول شيء. قوم نهي مقطع يا حبايب، المقطع نزلت على القناه الثانيه، الكل حاليا ينزل على الوصف وعلى التعليقات بيفجر المقطع، انتم كفو وبس. شاكو فيزي مقاطع القصص، فجروا المقطع هذاك وهذا المقطع، ومع السلامه.